يقول السائل: اتفقت مع أحد أصحاب الدكاكين على أن أشتري منه سلعة، ثم ذهبت ولم أرجع إليه لأنني اتفقت معه حياء منه. السؤال: هل علي شيء في هذا؟ وهل هذا من إخلاف الوعد؟ لا، ليس عليك شيء في هذا، أنت بالخيار إن شئت تشري منه ولا من غيره، ما دام ما عقدت معه العقد ولا تم العقد معه فلك أن ترجع وأنت تشري من غيره، ما في مانع، أنت تبحث عن الأصلح لك. نعم، لو حصل العقد بينك وبينه ما دمتم في المجلس فلك الخيار، وهو له الخيار أيضا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا من أجل أن يكون عندك سعة في الاختيار، ولا تلزم بشيء قد يكون عليك فيه ضرر، كن معك سعة التفكير والتروي. نعم، ولا يعد هذا من إخلاف الوعد، هذا حق لك. نعم.